باريس مدينة الأنوار والأناقة وقصص العشاق مغطاة بالقمامة التي تغطي ربما القليل من النور في عاصمة النور. نحو نصف أحياء العاصمة الفرنسية متكدسة بالنفايات بسبب تواصل احتجاجات عمال جمع القمامة. الإضرابات بدأت منذ الأسبوع الماضي اعتراضاً على خطة الحكومة لرفع سن التقاعد من سن 57 إلى 59 عاماً. يطالب جامعو النفايات أيضاً زيادة الأجور حتى يحصلوا على معاش تقاعدي أعلى قليلاً. الإضراب خلف نحو 7000 طنا من أكياس القمامة على أرصفة المدينة، ومن الممكن أن يستمر حتى يوم الاثنين المقبل على الأقل. في المقابل، القمامة المنتشرة تقدم وجبات مجانية لا نهائية لجرذان المدينة البالغ عددهم نحو 6 ملايين فأر. هذا النوع من الإضرابات ليس بالجديد على تاريخ المدينة الفرنسية. المزيد حول أبرز ما شهدته في الأعوام الماضية مع زميلتنا لميس إبراهيم. خلال السنوات الماضية شهدت العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية إضرابات عمال جمع القمامة احتجاجاً على قرارات حكومية مختلفة. في أكتوبر عام 2010 أدى إضراب جامع القمامة الذي استمر لثلاثة أسابيع على الأقل إلى تراكم النفايات حول ميناء مارسيليا، وكان ذلك بسبب إعلان الحكومة رفع سن التقاعد إلى 62 عاماً بدلاً من 60. بعدها بخمس سنوات أضرب أكثر من 45% من عمال جمع القمامة في باريس عن العمل بحجة أن الأجور زهيدة ولا تتماشى مع تكاليف المعيشة. وقبل أيام من صافرة انطلاق بطولة اليورو في فرنسا في يونيو 2016 بدأ إضراب عمال جمع القمامة بسبب خطة لتخفيف قوانين العمل ومنح الشركات مساحة أكبر لاتخاذ المزيد من القرارات بشأن التوظيف أو الفصل وتحديد الأجور. وفي يناير 2020 وبسبب قانون رفع سن التقاعد الذي يعتزم البرلمان التصويت بشأنه حالياً، فاضت القمامة من صناديق النفايات بعدما أضرب العمال عن العمل في 6 من أصل 7 محارق نفايات. في الاستوديو نورنا اليوم مراسل العربية في باريس حسين قنيبر. حسين يسعد صباحك، أهلا بك من جديد معنا في الاستوديو. هلا يا حسين. صباح الخير. صباح الخير، كيفكم؟ طيب حسين، النفايات تغزو للأسف مدينة الأنوار، 7000 طن من النفايات ملقاة في الشوارع. أولا كيف بدأت الأزمة؟ يعني في الواقع هناك أولا نوع من المبالغة في تصوير ما يحصل، ولكن يعني طبعا الأزمة بدأت لأن عمال النفايات قرروا الشروع في إضراب من ضمن حركة الإضرابات التي تشهدها عدة قطاعات في باريس احتجاجا كما تعلمان على رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما. الجديد، خلينا نكسر شوي الجدية الإخبارية ونحكي باللهجة العامية، وشكرا لصباح العربية لأنها تتيح هالفرصة هيدي. الجديد أنه عمال النفايات قرروا تمديد الإضراب لعشرين الشهر على الأقل، مثل ما قالوا يعني في احتمال أنه تتمدد لأكثر من هيك. بس سهام ونادين، بدي اتهمكم بمحاولة تشويه صورة باريس، والعتب عليكم كبير لأنه أنتم كمان فرانكوفون. أنا من عشاق باريس. نيناتكم بتحكوا لغة فرنسية، بس أنت هيك سكرت علي أسأل السؤال اللي كنت أسأله هلأ. وأكثر من هيك زميلنا وسام كيروز اللي عم يعمل جهد كبير بهالبرنامج، وتحية له. هو مش بس فرانكوفون، هو فرانكوفيل، يعني عنده هوى للثقافة الفرنسية، يهوى فرنسا وثقافتها. فلا، هي في نوع من المبالغة. صحيح في قمامة وصلت إلى مستوى 7000 طن منتشرة في شوارع باريس، هذا له تداعيات جمالية يشوه المشهد السياحي، تداعيات صحية بيعمل أمراض بكتيرية، وله تداعيات اقتصادية. طيب، عدد كبير من المطاعم والمؤسسات عم يشكوا من أنه بعض الزبائن ما عادوا يفوتوا على مطاعم على مدخلها عدد كبير من حاويات النفايات، وأحيانا كياس من دون حاويات. حسين، قبل أزمة النفايات في مصطلح دائما بيقولوا مثلا متلازمة باريس، باريس سندروم، أو بالفرنسي سندروم دو باريس. كيف ترد على من يطرح هذه الفكرة لتصوير هذه المدينة، يعني المدينة من أشهر الوجهات السياحية في العالم ومدينة الموضة وثقافة الأكل فيها، بأن تتحول إلى متلازمة لدى البعض؟
لا هو بالواقع يعني ما تشهده باريس تشهده كل العواصم التي تشهد اضرابات واحتجاجات، لانه هذه المساله صارت وسيله ضغط تمارسها بلديه باريس تحديدا التي تترأسها اشتراكيه هي ان ايدالغو المتضامنه مع المضربين، وتعتبر انه على الحكومه ان تتراجع عن قرار رفع سن التقاعد الى 64 عاما، ولكن البلديه بتقول طبعا انه نحن عم نعمل كل شيء لوضع النفايات في حاويات مش في اكياس تجنبا للامراض. اذا التفسير هو انه ما يحصل في باريس يمكن ان يحصل في اي عاصمه اخرى. بس لفتني طبعا العنوان اللي حطيته انه نور اقل وقمامة أكثر. صحيح هذا الحكي نتيجة أزمة الطاقة في بعض الشوارع بباريس باتت تشهد اطفاء للأضواء ليلا لتوفير الطاقة، فهو محزن اللي عم يحصل، ولكن هو بالسياق العالمي الذي يشهد متغيرات ما كنا لنتخيلها قبل سنوات. بالنسبة لفرنسا تحديدا حسين، رفع سن التقاعد موضوع حساس جدا للفرنسيين، لماذا تقود حكومة ماكرون هذا المشروع؟ لأنه هي بتعتبر أنه ارتفاع المعدل الوسطي لأعمار الفرنسيين نتيجة التقدم الطبي، الناس وسطيا كانت تعيش 78 سنة للرجال كمعدل وسطي و85 للنساء، هذا كل ما هو عم يرتفع، وتمويل الرواتب التقاعدية لكل هالأعداد مع ارتفاع الأعمار فرض عجز على ميزانية التقاعد ستصل إلى 20 مليار يورو سنة 2030، هذا لا يمكن تمويله هالعجز أو سد هالعجز إلا من خلال فرض سنتين إضافيتين من العمل على الفرنسيين. وإلى الأزمة التي تتزامن معها تمديد إضراب العمال، النفايات تزداد في التكدس اليوم. حسين، أكيد ما حدا بحب يسمع عن عاصمة النور هذه السمعة، بس أنت بتعيش فيها لسنوات وكونت كمان أسرة جميلة جدا في باريس، هل باعتقادك أنه هي أزمة وستزول سريعا ستنتهي أم أنها ستطول؟ لا في الواقع الأمر يعني عم جرب أنا أبعد عن الشق السياسي من الموضوع بس مضطرين نحكي كلمتين عن الشق السياسي. بدي أفتح بس براكتس لأقول أنه أنتم عم تاخذوا اللي عم بيصير بباريس كذريعة سهام ونادين حتى لا تأتي إلى باريس، ونحن موعودين فيكم من زمان. برجع بحكي إذا كانت ستطول أو لا، اليوم ستحسم الأمور، اليوم سيصار إلى التصويت بالجمعية الوطنية أي مجلس النواب على النسخة الجديدة لنص مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد اللي صار في توافق عليها من ضمن لجنة برلمانية مختلطة بتتكون من 14 برلماني. إذا مر بمجلس النواب هذا المشروع القانون بيكون صعب على النقابات تستمر بحركة الاحتجاجات. إذا لم يمر واضطرت الحكومة لاستخدام البند 49 المادة 3 التي تتيح لها تمرير أي مشروع قانون حتى لو لم يوافق عليه البرلمانيون، ستنزل النقابات بقوة إلى الشارع وستشهد الحركة الاجتماعية تصاعدا لوتيرة الإضرابات والتظاهرات. اليوم منشوف ومنخبركم، إذا مش الحال ما بيكون عندكم حجة. عندك شهر على فكرة أنا حسين أهلي بفرنسا يعني مع نفايات، من دون نفايات أنا جاية وإحنا أهل وحسين أهلنا كمان جايين لعندك. شكرا حسين، نورتنا نادين كمان. شكرا يا هلا. شكرا جزيلا. الله يخليك يا هلا.